السلام عليكم، هلا والله فيكم وحياكم في مقطع جديد. معكم اخوكم برق قحطاني، واليوم راح نلعب مراحل الترول. مرحلة اليوم صمم لي اياها اخوي وحبيبي حمد بطي، طلبته يصمم لي مرحلة ترول علشان السلسلة هذه، فسوالي مرحلة ترول والحين بلعبها. لكن قبل ما العبها راح اعطيكم تحديث عن مرحلة السعود ومحاولاتي فيها. طبعا انا وريتكم مرحلة السعود ولعبي لها في اول مقطعين من المرحلة. طبعا الحين صار شيء مش سهل، لا اسهل من السهوله نفسها. فالمرحله كلها والصعوبه كلها طبعا في المقطع الاخير. المقطع الاخير حاولت فيه اكثر من مره، صاير اصلا الايام هذه ارجع من الدوام اتكي على مرحله السعود الين نص الليل بعدين اروح انام. ف قاعد احاول فيها، قاعد مرة عليها. مقطع يوشي طبعا هو اصعب شيء، كيف اني اخذ الباو وارميها في المكان الصحيح، طبعا يوشي الثاني اقصد، وانجز عليها. طبعا وقت ما اوصل هناك الباقي كله شيء سهل. اذا مت من البيتل ما ذبحتها كويس فهو غلطي انا، اذا مت من الشجم فهو غلطي انا، لان كلها مهارات المفروض اني اعرفها، فاذا توترت وغلطت فيها فهي يعني غلطاتي. لكن الاشياء اللي مو غلطي يعني قصدي يعني لازم اتمرن عليها اللي هي مهارات يوشي، فقاعد اتمرن عليها وحاول اجيب النطه. فالنطه نوعا ما صعبه، فصرت الحين اكثر من مره اتعدى النار، اخذ الباو ارميه وانقز عليه واوصل يوشي الثاني. هذا اقصى مكان وصلت له. يمكن في المستقبل يومين ثلاثه اسبوع اسبوعين اصير اقدر اخذ الباو بيوشي الثاني وارميه في المكان الصحيح وانقز عليه، وتصير بعدين المحاولات الفعلية اني اوصل لنهاية المرحلة واخلصها. فهذا تحديثنا للمرحلة سعود، يلا خلونا نكمل المقطع. طيب هذه مرحلة اخونا حمد بطي، سماها ايزي ترول اي ام ام، لعبوها اثنين ما حد خلصها من 26 محاولة. يلا خلونا نتترول وناخذ الفيرست كلير. طبعا ترول كثير يسألني ايش معنى ترول. ترول يعني مقالب. فالحين حاط لي بايبين، بايب فيه البيرانا بلانت وبايب ما في شيء. اتوقع البايب اللي على اليمين هو الطريق الصحيح، بس خلنا ننزل هنا نشوف. موت توقعت لانه حاط سهمين وواضح انه يعني البايب الصعب هو الطريق. اوكي لا حلوة انك الباي ما يدخل مكان. طيب في شيء فوق. اوكي حلوة عجبتني حركة يا حمد. طيب كيف نوصل فوق الحين؟ جيب السمكة عندي وانقز على السمكة. اوكي جميلة الحركة. تشين تشومز. اوكي هل هذا مقلب تفاديته؟ حاط لي 10-12 سهم. دينج دونج. ادخل ولا ما ادخل ولا نط؟ خلنا ندخل نشوف، ما ورانا شيء، خلنا نشوف يلف يمين. شوك. طيب اوكي طيب خلينا نرجع من نفس البايب ونلف يسار عشان نعدي من الشوك. هل نقدر ولا ما نقدر؟ نقدر. اوه توقعت. والله توقعت. طيب ايش في هنا؟ ايش حاط هنا؟ ليش الخط هذا غريب؟ نجرب ندخل البايب؟ ما يدخل. اوكي فخلنا نروح للكوستر الزرقاء. هل نقدر نرجعها؟ خلينا نشوف. نتأكد. ترجع اوكي. نط يمين. حلو. لا والله حلوة الحركة. توقعت بمشي مع التراك، ما توقعت اني بتعدى التراك. لاحظت اني لما اجي هنا عند الطرف يجيني واحد او اثنين تشين تشوم بدل ما يجيبهم كلهم، اطلعهم كلهم في الشاشة، فافضل اني اكون على الطرف لين يخلص البي سويتش بعدين اروح للبايب. امسك يسار يمين.
طيب الحين ترول العب معه. حلو حلو. لا ثمان ما ينشاف. قبل ما اروح للبايب ودي اشوف ايش في. طبعا شوف جاني هنا تشنشن واحد، ودي اشوف ايش في على اليمين. بنط على اليمين بشوف ايش فيه. هنا في موت. اوه في باب يموت بعد، فخلني انتبه من البيبان اللي تموت، وفي غيوم ممكن نشوف على اليمين فيها سبايكس. طيب خلينا نشوف البايب اللي فوق يروح مكان. لا ما يروح مكان. طيب في كايز بلوك شيء؟ ما في كايز بلوك، فما في للطريق هذا. رجعنا مرة ثانية. هنا في ديني طلقة، في ثوامب. نروح فوق نشوف، ما في شيء. طيب الباب اللي يذبح في العالم الرئيسي، احنا الحين في العالم الجانبي، فأجرب الباب ولا انزل مع الباو؟ هنجرب الباب. غالبا بيذبحني، غالبا بيذبحني. اوكي بس عشان يعني نبعد الاحتمالات. وجينا مرة ثانية عند المكان. اوكي تعدى الثوان. بالحين ننزل على الباو. هلا اول ما تطلع الباو. واو واو، بس كان ناقصني المومنتم اني اجيبها. والله حلوة الحركة. شوفوا هالمرة ما جاني حتى ولا تشين تشوم، لاني وقفت مرة على الطرف، الظاهر كانوا مش طالعين في الشاشة فوق. ما جاني ولا واحد. يلا من جديد الحين. يس تشيك بوينت، ما اصدق. طيب في دامج بوست، بعدين في ستار رن. طيب خلنا هنا في وان واي. في مكان يطلعني هنا، في مكان يرجعني هنا عند التشيك بوينت الاول. طيب خلنا نجرب، ما في شيء. طيب خلنا ناخذ ستار رن. احس انه ورا المنشار الطريق، بس خلنا نكمل، ما مو غلط دام عندنا تشيك بوينت. مسكر. ايه شوفوا بعد في بايبس هنا ثانيه ورا البايب هذا، ينزلوني على التشيك بوينت الاول. اجرام اجرام ترول. طيب خلينا نشوف هنا في فتحه. هذه الفتحه حصلتها. حصلتها. اوكي جبتها من اول نطه ان شاء الله. الحين نجيب هنا في طيحه. يس يس انا حلو ترال حلو. توني بقى بناقز كذا بشوف المكان اللي اعطاني السمكه على وجهي. انا كنت اللي بقول اني كويس اني شفت الفتحه اللي هنا علشان ما اموت فيها. طيب لا ناقز، امشي كويس. في اشياء تطلع، انا اسمع نيران كونفير. اطلع من فوق، انا نزل السمكه. في سمكه ثانيه هنا، في سمكه ثالثه هنا، في سمكه رابعه ولا ما في؟ متاكد. لا لا الموت التافه. غلطتي غلطتي بحته هذه. طيب رجعنا مرة ثانية. هنا في اسماك. توقعت والله توقعت. في سمكة. في سمكة هنا. اوكي اوكي. اوكي اوكي نايس نايس. طيب يطلع شيء من البايب؟ ما يطلع شيء، ما يطلع شيء، ما يطلع شيء. ندخل الفايب الله يستر. الغيوم. لا وفي سمكات تطيح على راسي من فوق، ايش هذا؟ يلا مره ثانيه نروح فوق البايب بسرعه، نجي فوق الغيمه اللي نبغاها. فوق تحت وسط. خلنا نروح فوق. في باب وسط، في بايب، وتحت في باب.
طيب خلينا نشوف الباب اللي هنا وين يودينا، موت ولا يودينا طريق صح؟ خليني اروح لل حلوه الحركه. البايب ما يدخل. الباب اللي تحت تتوقع بيذبحني، لكن نجرب ونشوف المكان اللي تحت. موت طبيعي. هذا المكان اللي في البداية أقدر أنطها؟ ما أدري والله، ما أقدر أنطها، ما أتوقع أقدر أنطها الصراحة. طيب خلنا نقول بسم الله ونطها. مرة ثانية. واو واو، هل أنزل؟ خايف أنزل والله. والله خايف أنزل وخايف أضرب الكوستشن بلوك. أوكي أوكي، ما حبسني. سمكة. والله توقعت سمكة. خل ندخل مع الباب. في هفاين. زين اللي قط الفاين. اوكي سكند تشيك بوينت، التشيك بوينت الثاني. في كايزو. ثنتين ايش اسمه ثلجات. يلا تعالوا، واحدة ثنتين، هاي الثانية. ما يخلصون ذالي. خلني اجرب اني اجيب الثلج وانقز مباشرة. اول تشيك بوينت لا اشوى. شل في باو. بس اتوقع اذا رميت البا، اذا رميت الشل بتضرب في الشوك وبترجع على المنشر بتروح من تحت. فخلني ارميها على البلاتفورم، اروح على البلاتفورم وارميها من هنا. أنا متأكد لو رميتها من فوق ما راح تجي على الباو. حاطي كوشي بلوك في ميسج. رهيب رهيب يا حمد، حلو. وانا مسوي صايدها وما ادري ايش. طيب خلني اوريكم ايش اقصد انا. اوكي طيب الحين ايش اسوي؟ تستهبل تستهبل. طلع الحل هنا. لا يا شيخ. لا يا شيخ تستهبل والله. حست الدنيا كلها طلع الباو هنا. مرة ثانية ارميها. لا ابغى ارميها فوق. لما رميت على الباو ما ماتت، غريبة غريبة، مو كان ماتت للصدفة. بس يلا مو مشكلة، ناخذها معانا. يطلع شيء من هنا. هذا يرمي سمك. البايب ما يطلع شيء. اقدر اروح فوق هناك. اخاف من الكايزو والله. طيب جينا هنا. كان ذبحني لو نزلت. طيب ابغى اروح فوق الحين. كيف اروح فوق؟ شل
لا لا ايش الجمب؟ يلا ما جبتها بس يلا خلنا ننزل تحت نشوف ايش في مصايب تحت. اها اوكي في شلمت في يوشي اوه هذا الفوز خلنا نلبس الشلمت اوكي انزل تحت ولا اطلع فوق بالله بالله يعني اثق في البايب هذا بالله تبوني اثق في ذا البايب زي ما توقعت اوكي رجعنا مره ثانيه للتشيك بوينت الثاني اوكي انا الحين نجيب الشلجم اتوقع هنا 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 الطريق انا متاكد انه هنا الطريق لا ما في شيء اوه هذا المدفع اصلا ينطلق بالشل فالمفروض اني اسبقه علشان اوصل للفتحة هذه عشان اروح للفوز اقصى اليمين وانطلق اسرع شيء لا لا كنت اقدر اخذ الشل ترى كنت اقدر اخذ الشلمت لو وقدتها ونقست من تحت المدفع كنت اقدر اخذ الشلمت زي كذا يا سلام يا سلام شلمت ويوشي في حركة اللي تعلمناها من سعود جبت يوشي بعد يس خلنا نفوز مع يوشي ووب يعطيك العافية يا حمد مرحلة قمة في المتعة نص ساعة يا ساتر جدا 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 ممتع يعطيك ألف عافية يا حمد وتطلع منك مراحل طول أكثر يعطيك ألف 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 عافية يا حمد على مرحلة جدا ممتعة جدا حبيتها وتطلع منك مراحل طول كثيرة جاية وبس يا شباب كان مقطعنا اليوم أتمنى يكون عجبكم إذا عجبكم لا تنسون زر لايك تشتركون في القناة إذا ما كنتم مشتركين وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديد أول بأول وانشروا المقطع في كل مكان نشوفكم إن شاء الله في مقطع جديد في أمان الله.